مدام 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 تدفعي كام واقول لك خبر حلو. انا متاكده خلاص ان مفيش اخبار كويسه. يا ستي تدفعي كام بس؟ يا ستي قولي وخلصي. سلمى انت حامل بجد؟ بجد والله بجد بجد. لا 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 انت بتكذبي عليا. انت عايزاني ابقى كويسه. بصي انا كويسه مفيش اي حاجه، بس ما تقوليليش حاجه ما تبقاش حقيقه. يا حبيبتي وهكدب عليكي ليه بس؟ طب والله العظيم انت حامل. لا انا مش مصدقه نفسي. انا اكيد بحلم. هو الانسان لما بيحلم يبقى حاسس ان هو حقيقه. انا بحلم. طب بصي قوليها يا تاني بصوت عالي. انت حامل يا سلمى؟ بجد والله بجد رؤوف. تحبي اقول له؟ لا انا مش عايزه يعرف حاجه دلوقتي خالص. ليه كده يا سلمى؟ معلش يا دكتور اوعديني بس. من غير موعدك بس ده حرام عليكي، هو كمان مستني اليوم ده فارغ الصبر. معلش خديني بس على قد حالي. هو حصل حاجه بينك وبينه؟ رؤوف اتجوز يا دكتور. طيب وايه يعني؟ ده ما يمنعش ان هو لازم يعرف. هقول بس مش دلوقتي. اوكي بس لو سالني او شفته هقول ماشي. اوكي ودلوقتي بقى هقول لك على شويه حاجات لازم تعمليها. تخلي بالك من نفسك، ما تتحركيش كتير، وتجيلي بكره العياده علشان نطمن عليكي وعلى البيبي. هو انت صحيح في اول الحمل بس احنا لازم نعمل احتياطاتنا. انت سنك مش صغير والحمل مش هيكون سهل. اكيد مش هعمل فيه، انا ما صدقت. خلاص هتجيلي بكره ماشي؟